كنوزينا في كنوزينا هنا جينا كنوزينا يا صباح البنة على كنوز فدوى تسلم عليكم ولكوجينا تجيكم اليوم في كنوزينا أخذينا براي سونيا بنتومية وقت اللي قالتلنا تفاعل فعلي ونكونوا متفاعلين هذيك علاش اليوم تفاعلنا مع السوريين ومشينا جبنا لكم ماكلة سورية اللي هي المسقعة المسقعة هذه راهي ماهيش ماكلة تونسية هي ماكلة حلبية بالأساس من سوريا احنا نطيبوها في تونس واخديناها من عندهم واليوم باش نقول لكم عليها وحاولوا انكم تضيفوها للاجندة اللي هي مسقعة باللحم المفروم والصوص بشاميل اول حاجة الباذنجان موجود ناخذوا منه كيلو ناخذوا كيلو لحم مفروم ناخذوا 4 كعبات طماطم ناخذوا 5 غرام فلفل حار محرحر 3 كيسين صوص بشاميل وناخذوا نص كيس جبن مرحي بصلة 3 فصوص ثوم مغرفة صغيرة نعناع ملح وزعتر دونك الباذنجان واضح كيلو واللحم المفروم كيلو والطماطم ناخذوا 4 كعبات الغرام الفلفل 5 غرام 3 كيسين صوص بشاميل شنقول لكم كيف نعملوها وبالنسبة للفاح ناخذوا نص كيس جبن مرحي بصلة 3 فصوص ثوم مغرفة صغيرة نعناع ملح وزعتر طريقة الأعداد أول حاجة ناخذ اللحم المفروم نتبلوه بالفلفل الكحل والثوم والبصل والملح والزعتر عبارة عن عصبينة نفوحوا اللحم نتاعنا بالدي نحمروه فوق النار ونزيدوه الفلفل الأخضر مقصوص دي غونديل والصوص نتاع الطماطم ونحركوا هذا كل فوق النار حتى لين يشد روحه من بعد باش ناخذوا طبق اللي باش نطيبوا فيه ماذا بيكم يكون اللي يشد السخانة ويحمل السخانة نعملوا طبقة من الصوص بشاميل من اللول نفرشوا بها طبق من بعد نحطوا طبقة من باذنجان اللي يبدأ مقصوص دي سيركل ويكون مقلي ديجا نصفوه بالباهي ومن بعد طبقة من الفلفل ويبدأ زادا مقصوص في شكل دويرات ومن بعد طبقة من جبن المرحي وفوقهم الكل نصبوا اللحم المفروم ونعاودوا من اللول دونك أول حاجة الكوش الأولانية باش تكون باذنجان الطبقة الثانية باش تكون فلفل مقصوص الطبقة الثالثة باش تكون جبن المرحي الطبقة الرابعة باش نصبوا اللحم المفروم ونعاودوا العملية من اللول وجديد ونعاودوا آخر حاجة اللي هي طبقة من جبن وطبقة فلفل والطماطم هذية من الاخر بالكل باش ناخذوا طبقة بشاميل صوص دو بشاميل اللي هي باش نحطوها من الفوق ونزيدوا نرشوها بالجبن هذية الكوش الاخرانية بالكل وندخلوها للفور كيفاش تطيب عبارة هي طاجين لكن بنينة برشا اللي هي المسقعة باللحم المفروم الباز نتاعها اللي هو باذنجان واللحم مفروم وصوص بشاميل وجبن يسوفي عندكم المكونات هذوم ننصحكم باش تخموا انكم تطيبوها المسقعة باللحم المفروم وراكم حتى كان مخلطوش باش تقيدوا كنوزينا تعاودوا تسمعوها وأين فدوى؟ ما عادش وقت علي النهار راح استنوني في كنوزينة غدوة وصحة وبشفة كنوزينة